في هذه الفقرة سنتحدث عن موضوع التطوع. التطوع يعني من أجمل الأشياء اللي ممكن الواحد يضيف فيها جانب إنساني لحياته. الحقيقة الشباب والصبايا الموجودين في بلدنا كثر ممن يعملون في موضوع التطوع. اليوم يسرنا أن يكون معنا لورا سليم ومنار عيد من برنامج تطوع الأردني. هو فعالية لأكبر تجمع تطوعي في الأردن. اليوم رح نحكي عن هذا التجمع، رح نحكي عن فعالية كانت أقيمت يوم السبت الفائت والعديد من التفاصيل الأخرى. صباح الخير. اهلا وسهلا صبايا. صباح الخير، يعطيكم العافيه. اكيد لورا راح نبلش معك. احنا اليوم قاعدين نحكي عن برنامج وطني للتطوع، عارفين اكثر عن هذا البرنامج واهدافه الرئيسيه؟ اكيد. بالبدايه احنا بنشكركم على تسليطكم للضوء على هيك فعاليات وانشطه اللي بتكون لها دور في تمكين الشباب في هاي المراحل. بالبدايه لنسلسل بالتوضيح، مؤسسه بادر وساهم هي مؤسسه تطوعيه غير ربحيه اللي بيندرج تحتها اكبر ثلاث مبادرات في الاردن، ابتداء من مشروع عينك على المستقبل اللي هو يأهل طلبة التوجيهي للمرحلة الجامعية وبعرفهم على التخصصات وبرشدهم. في عنا المبادرة الثانية واللي هي مؤتمر الخريجين الثاني اللي تم إقامته في الأسبوع الماضي. هذا المؤتمر بيستهدف الطلبة الجامعيين الخريجين والمقبلين على التخرج. حلو. في عنا المبادرة الثالثة واللي هي برنامج التطوع الأردني اللي له مجموعة من الإصدارات والمشاريع من ضمنها ملتقى التطوع الأردني اللي تمت إقامته أول مبارح السبت المقبل. إحنا حناخد تفاصيل أكثر من الأستاذ منار. يعني أنتوا ما شاء الله تنتين طالبات جامعيات، مش هيك؟ ويعني بالرغم من الدراسة وأعباء الدراسة أنا عارفة والدوام الجامعي، لكن عم تشتغلوا على موضوع التطوع بطريقة ممتازة. منار، احكي لي أكثر عن تفاصيل وأهدافكم، لمين تتوجهوا بالتطوع عادة في هذا التجمع؟ الآن في برنامج التطوع الأردني تحديدا كمنظمين وقائمين على تنظيم كل المشاريع اللي بتكون بداخله، دائما بيكون معنا طلاب من مختلف التخصصات الجامعية ومن مختلف الجامعات الأردنية ومن مختلف الخلفيات دائما أكيد. فبشكل أساسي زي ما ذكرت زميلتي لورا، كان اليوم الملتقى يوم السبت الماضي تسلسلنا فيه وحكينا فيه عن عدد من المواضيع اللي فعليا ممكن يكون فيها توجيه. حلو. وتعزيز وتحفيز للشباب المتطوعين الحضور معنا لحتى انه يتوجهوا اكثر ويكونوا موجهين ووصلتهم اوضح في جانب التطوع وعملهم التطوعي. جميل. شو اكثر الامور منار اللي ركزتوا عليها وخصصتوا يعني جانب اكبر منها للشباب لتحفيزهم وتشجيعهم على المشاركه في الاعمال التطوعيه؟ هذا الشيء بيتلخص فعليا او حقيقه بمواضيع الفقرات اللي كانت موجودة معنا بيوم السبت. أول فقرة كانت معنا ورشة تدريبية كانت بتقديم السيد فوزي القصراوي، كنا بنحكي فيها عن البابليك سبيكينج والكوميونيكيشن سكيلز، كيف الشخص بده يهيئ نفسه ويصقل في نفسه ومهارات التواصل. تماما. فهاي كانت أول فقرة، كانت فقرة جدا تفاعلية. ووجدنا من قبل الجمهور اندماج جدا كبير فيها. ومن ثم كان في عنا مناظرة كان موضوعها توفير وتخصيص المكافآت المالية للأشخاص المنتظمين في تطوعهم. تم تنظيم هذا الشيء وتقديمه من قبل مؤسسة المناظرات والفكر. كان في فريق معارضة وفريق موالاة، واللي كان الانتصار لفريق المعارضة، وهو الشيء اللي وجدناه برضو من الجمهور في الوقت ذاته إنه المعظم كان ضد فكرة إنه يكون في تخصيص مكافآت وهكذا. ومن ثم كان برضو في تخصيص في فقرة من تقديم المهندس عبد الله الغويري، حكينا فيها عن أهمية التشبيك وبناء العلاقات ضمن إطار تجربة الشخص في العمل التطوعي. وهي من أبرز الأشياء اللي فعليا حقيقة ممكن نحكي إنه الشخص بيكتسبها ضمن إطار تجربة التطوعية عادة. ومن ثم اختتمنا فقراتنا في حوارية كانت عن التطوع وسوق العمل، كان بيتم تسليط الضوء فيها على إنه كيف ممكن التطوع فعليا يخدم الأشخاص لما ينتقلوا لمرحلة سوق العمل ويكونوا مقبلين عليها. وآخر شيء كان في عنا تنظيم بوثات، ممكن زميلتي لورا تحكي عنهم. يلا يا لورا. تفضلي. زي ما قالت زميلتنا منار، فإحنا بهذا الملتقى هاي السنة ركزنا على أنه يكون المحتوى تفاعلي بشكل أنه الطلاب يكونوا حاضرين يستفيدوا بالاستفادة المثلى والقصوى من حضورهم، وما يكون تلقيني ونظري
بشكل كامل. أيوة. فختمنا فعاليتنا بوجود معرض للتطوع الأردني. هذا المعرض تضمن مجموعة من الجهات التطوعية من مختلف الجامعات، مختلف التجارب ومختلف الفئات، اللي حفزت الطلاب بأنهم يشوفوا شو موجود عندهم في جامعاتهم، إيش الجهات اللي ممكن ينضموا إلها، وكيف ممكن إحنا نحفز من أحد أهداف الملتقى واللي هي التشبيك، بالإضافة للأهداف الثانية واللي هي التدريب والتحفيز والتشبيك. جميل جميل والله يا منار. أنا أنتوا كمجموعة متطوعي الأردن أنا من زمان بسمع فيه، يعني أنتوا مش جداد، وأعتقد أنه الأعداد عم تتزايد. يعني تحكي لنا هيك أكثر عن مدى انخراط الشباب والصبايا الأردنيين معاكم في مجموعتكم. تماما. الآن مؤسسة بادر وساهم هي عريقة من جداً. عشرات السنوات فعليا موجودة. صح. بس برنامج التطوع الأردني كانت انطلاقته في عام 2019. نعم. كانت أول انطلاقة له. ومن سنة لسنة دائما الحمد لله بنشوف في إقبال أكثر وحضور. صبايا ولا شباب معاكم الآن حقيقة عشان نكون منصفين دائما في مجال التطوع بنشوف البنات منخرطين ومنسجمين أكثر. عشان هيك سألت خصوصي. إحنا دائما العكس بيكون بدنا إنه الشباب يكونوا برضو منسجمين في القدر ذاته، بحيث إنه يكون على الأقل في مناصفة ما بين الأعداد الموجودة ما بين ذكورا وإناثا. بس حقيقة البنات بيكونوا عادة نتحالى فيكم والله صبايا أنتوا بتجننوا ما شاء الله. احنا راح نحفز الشباب من خلال هذا البرنامج عمل التطوع. يلا شوفوا الصبايا يعني اكيد يعني راح يتشجعوا وراح يكونوا مشاركين. صح. وراح يكون ان شاء الله اكثر من النص منار. عودا لك لورا، حكينا عن حكيتي قبل بنهاية حديثك عن التشبيك، أهمية وجود يعني تشبيك وتشاركية مع الجهات الداعمة المساندة، يوجد تشاركية كاملة مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع من خلال هذا البرنامج وهذا الملتقى. أكيد. هلأ أنا بالنسبة إلي التطوع هو شيء عظيم جدا، فالواحد في تطوعه من غير ما يطلب أي مقابل، بالبداية إحنا أول شيء بنحصل عليه هو الأجر من الله سبحانه وتعالى طول ما هو عملنا خالص لوجهه. نعم. فإحدى المهارات اللي بتتم إضافتها للشخص خلال تطوعه بشكل أساسي هي العلاقات والتشبيك. فإحنا خلال تطوعنا بنكسب عدد كبير جدا من المعارف اللي بتحفز الشخص بأنه يكون قادر على التعامل مع مختلف أنواع الشخصيات، مختلف المهارات، يتقبل وجهات النظر المختلفة، بحيث أنه يكون قادر أنه يوصل لسوق العمل وما بعد ذلك من مراحل ممكن يخوضها في حياته بعد التطوع. منار، هلأ إحنا مقبلين على شهر الفضيلة، أعتقد أنه أنتوا هلأ عم تعدوا خطة لهالشهر، خصوصا أنه بهذا الشهر بيزيد فيه عمل المتطوعين وأهل الخير. شو عم تحضروا؟ يعني غششينا عن هيك الجدول القادم في شهر رمضان. الآن تخصيص الفعاليات اللي بتم تنظيمها من قبلنا إحنا كبرنامج تطوع أردني ومؤسسات مؤسسة بادر وساهم، بيكون في لنا استقطاب أو أهداف معينة بتم تحقيقها. تمام. فزي ما ذكرت زميلتي تحديدا، مثلا في شيء بيكون مخصص لطلبة التوجيهي، في شيء بيكون مخصص فقط لطلبة الخريجين، وفي شيء بيكون مخصص إحنا تحديدا بنكون عم نحكي مع المتطوعين بشكل عام. برعب. وهون إحنا بيجي دورنا في النقطة اللي أنت عرشتي عليها الآن، اللي هي الفعاليات أو الأنشطة المجتمعية اللي بتتم من قبل أفرقة تطوعية أخرى موجودة في مختلف المحافظات ومن مختلف التشبيك يعني أو تواصل. تمام. هي الفكرة أنه إحنا بيكون دورنا بتوجيههم أو صقل بتقديم محتوى معين لإلهم ممكن أنه يوجههم خلال تجربتهم التطوعية، بحيث أنه ضمن إطار سعيهم في تنفيذ خططهم التطوعية وأنشطتهم المجتمعية، بيكون دورنا إحنا بشكل أساسي هو التوجيه والتدريب والتحفيز دائما. أكيد. لورا، يعني إحنا بنحكي عن برنامج وطني وهو جزء أساسي لتحفيز الشباب والشابات على المشاركة بالعمل التطوعي. نحكي اليوم عن أهمية العمل التطوعي ومدى استفادة مجتمعاتنا كافة في كافة أنحاء المملكة من هذه الأعمال التطوعية ومشاركة الشباب خصوصا في هذه الأعمال. نعم. أكيد. زي ما ذكرت سابقا بأن التطوع هو بيضيف كثير مهارات وحوافز للشخص اللي بتطوع. إحنا من غير ما نطلب هذا الإشي بنلاحظ فرق في شخصية ومهارات المتطوع في قبل تطوعه وما بعد، لأنه في خلال هاي الرحلة بيكتسب كتير من الإضافات والميزات اللي هو ما بيكون متوقع إنه يحصلها خلال تجربته هاي، بناء على تعامله مع مختلف الشخصيات والأفكار اللي بيكون خلال هاي التجربة بيفيد وبيستفيد من غيره. فهذا الإشي بيكون متبادل ومشترك بين الجميع. جميل. طب أنا دائما عندي سؤال، من هي أكثر الفئات الموجودة من خبرتكم؟ طبعا صار عندكم خبرة تحترم والله يا منار. مين هي
أكثر الفئات اللي محتاجة تطوع يعني، أو ما هي أكثر المحافظات اللي محتاجة إنه ينشغل عليها بموضوع التطوع؟ لمين عم تتوجهوا بمد يد المساعدة الآن؟ حقيقة تكثيف الجهود عادة بتطوع أو لنقل ضمن إطار التطوع، دائما بنشوف الأكثر وجودا هم الطلبة الجامعيين. بناء على تجربتي ومنظوري ممكن بيكونوا الطلبة الجامعيين فقط من منطلق الوقت. إحنا كطلبة جامعيين بيكون متوفر معنا وقت أكثر من الأشخاص اللي ممكن مثلا يكونوا مقبلين الآن أو صاروا ضمن إطار سوق العمل. فبنشوف دائما إنه الطلاب الجامعيين بيكونوا منخرطين ضمن إطار دراستهم الجامعية، منخرطين في تجارب تطوعية المختلفة واللي بتكون نطاقاتها وأهدافها برضو مختلفة. فبشكل أساسي التطوع عادة هو اللي بيصقل شخصياتنا. يعني أنا عن نفسي كتجربة تطوعية أبرز شيء طلعت فيه من التطوع هو أنه تسبب في أنه تصقل شخصيتي الحمد لله بطريقة أنا بالنسبة. إحنا بنلاحظ هذا الشيء بالبرنامج، يعني كل حدا بيجي عندنا من موضوع يعني من برنامج تطوعي شخصيته بتكون جميلة، ما بنتغلب معه، بيجاوب بثقة، بيحكي كل المعلومات بطريقة ممتازة. صحيح. فإحنا عن جد بنكون سعيدين. صحيح. يعني شباب صغار مميزين ما شاء الله عليك يعطيكم العافية، لباقة متحدثين، قوة بالشخصية وثقة بالنفس، وهذا واضح من خلال حضوركم أكيد وحضور العديد من الشباب اللي بيعملوا أو مشاركين بالأعمال التطوعية. لورا حكينا عن الفئة المستهدفة من هذا البرنامج، هناك فئة مستهدفة معينة بين الفئات العمرية اللي بتحاولوا توصلوا لها وتدمجوها في الأعمال التطوعية؟ أجمل ما يخص مؤسسة بادر وساهم بأنها هي ما بتحد فئة معينة. لأنه إحنا بهمنا أنه نستهدف أكبر قدر ممكن من الطلاب والأشخاص المهتمين بأنهم يتطوعوا، يفيدوا غيرهم، ينشروا الخير. فلا العمر عندنا محدود ولا التخصص ولا أي حدا بحاجة لأنكم تطوعوا معه بتبادروا. أكيد. يعني بادر وساهم 100%. حتى في فعاليتنا إحنا استهدفنا طلاب من أكثر من 12 محافظة، وفي ملتقى السنة هاي تحديدا كان عندنا زوار من جميع المحافظات بما يزيد عن 500 حاضر. ما شاء الله. شو أقرب فعالية الآن حتكون موجودة معاكم منار؟ المنتدى إن شاء الله. المنتدى من بعد الملتقى. بعد الملتقى إلى المنتدى. إمتى ممكن يكون المنتدى؟ خلال الشهر القادم. برافو عليك. يعني برمضان تقريبا. رمضان. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك لكم بكل جهودكم يا رب العالمين، وإن شاء الله دائما بنسمع عنكم إنكم يعني عم تشتغلوا بنفس الحماس وأكثر أيضا. منار ولورا شكرا. تعطيكم ألف عافية. بالخير. شكرا لوجودكم معنا. شكرا. شكرا.